السلام عليكم، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة وتتابعون معنا كلام زمان إلى الآخر على هذه القناة. قالوا زمان يعيال لي يعطي وما يعيال لي يشد. قالوا زمان اللي حبابو عريانين عمرو ما يتكسى. قالوا زمان اللي ما لقى الخير فركانو يكون الخير في لسانو. قالوا زمان كل غيبة تتزيد هيبة. قالوا زمان اللي يركب الحصان الناس تتوسع له المكان. قالوا زمان حسدوا العمى على عكازو. قالوا زمان ودن صماء والخرى فيها الماء. عجوز سولوها على عروستها قالت واش خصها، ها الخبز معسل والماكينة تغسل وولدي يشري ويوصل. قالوا زمان طريق الصدق مهجور بحال الا ممنوع فيه المرور. قالوا زمان باغي تعيش سعيد عيش بعيد. قالوا زمان الفراق الخايب هي تبقى غريب وانت من هلك قريب. عندما ترى شخصا أصبح حساسا لدرجة كبيرة حتى أن كل كلمة تجرحه أعذره، واعلم أن الحياة قد أعطته من الألم أكثر مما يطيق. لا تعد أحدا بالبقاء إذا كنت من صنف الطيور المهاجرة. سألته زوجته كيف هي قهوتك؟ قال حلوة كسحر عينيك. وأنت؟ قالت مرة كأكاذيبك. لا تبتعد كثيرا فتصعب عليك العودة. حين تراهم في غنى عنك كن أنت الأغنى وبادر بالرحيل. عندما ينكسر منك شيء أكسره إلى النهاية كي لا يجرحك كلما مررت به. الأيدي التي ألقت يوسف عليه السلام في الجب هي نفس الأيدي التي مدت دليلة تسأله الصدقة. مهما بلغت ثقتك بالآخرين لا تفتح لهم من غرف حياتك سوى غرفة الضيوف. العاقل إذا أخطأ يتأسف والغبي إذا أخطأ يتفلسف. الحظ المائل يحتاج عكازا من الدعاء حتى يعتدل.
القرارات الجيدة تأتي من الخبرة، والخبرة تأتي من القرارات السيئة. من الطبيعي أن تكون السفينة في الماء، لكن الخطر الشديد أن يكون الماء في السفينة، فكن في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. مشاعر الإنسان هشة لدرجة أن يومه بكامله قادر أن يتغير بسبب كلمة أو نبرة صوت أو حتى نظرة. إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. عائلتك هي الشيء الوحيد الذي سيبقى معك حتى النهاية، فلا تنخدع. لا تصارع خنزيرا في الوحل، ستتسخ أنت ويستمتع هو. ما أجمل أن تعطي وأنت تعلم أن المقابل ليس من الناس بل من رب الناس. نغلق أعيننا عندما نبكي أو نحلم أو نتمنى، لأن ما هو جميل لا نراه بالعين بل نحس به بالقلب. من غضب منك ولم يفعل فيك شرا اتخذه صاحبا لك، فالغضب يفضح طينة البشر. امشي على قدمك المقصورة ولا تترك أثر يدك على كتف أحد. إن سألتني كم مرة جئت في بالي سأقول مرة، لأنك أتيت ولم تغادرني. كل من احتجت إليه هنت عليه. طالما حاجتك عند الآخرين فأنت مجبر أن تخضع لهم، فتسلب جزءا من كرامتك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين، والحمد لله رب العالمين.